هاي، رياضة رمي البيض هي لعبة مشهورة ببريطانيا ومرتبطة بعيد الفصح، وبالقرون الوسطى كان يتم تنظيم مهرجان لرمي البيض بالكنائس ببريطانيا، وكان الكاهن يدق البيضة المسلوقة بالمذبح ويكبها لأعضاء الكورس، والعضو يلي بتكون معه على الساعة 12 يحتفظ فيها. نسخة تانية من اللعبة بتقضي برمي البيضة على الأرض من دون كسرة. بتنظم مقاطعة لينكنشاير البريطانية سنوياً بطولة العالم لألعاب رمي البيض، وبتتضمن 3 منافسات. أولاً منافسة الروليت الروسي، وهي لعبة بتنافس فيها شخصين لتحطيم 6 بيضات على جبينهم. واللعبة الثانية بتعتمد على قذف البيض باستخدام آلة، والفريق الرابح هو اللي بيقدر يلتقط أكبر عدد من البيض من دون ما ينكسر. مين قال إنه اللعبة الرئيسية هي تنافس فرق مكونة من شخصين لرمي البيض والتقاطه من دون تحطيمه؟ أنا قال. شوفكم بكرة.